دخلنا في الكلام اللي ما فيش رجعه. الجد اللي فات كله كان تمهيد. لما بتشوفوا الصوره دي اول واحد، اول حاجه بتلفت نظركم في البيت دي ايه؟ شفايف والنضاره. بس شفايف بقى والتكساس مولفي على قد عادي. بس الشفايف رقم واحد. ليه انا جاي ليه حاطط الصوره دي؟ لان انت المفروض في شغلك تعرفي تبريد الملامح صح، تعرفي ايه المولفي. في ثلاث اربع حاجات كده ملفتين جدا، عشان لما تجيلك واحده تبقى عاوزه حاجه تعمل حاجه اسمها التغيير الشامل الميك اوفر، تعرفي تعملها في ايه، وتعرفي ايه هي نقاط القوه ونقاط الضعف. اثناء الكورسه تعرفي ايه اللي ملفت وايه اللي مش ملفت، ايه اللي ترمي بثقلك بيه وايه اللي لا. ولو عندك، لان هتجيلك واحده تقول لك انا امكانياتي 200 300 دولار ده، هتجيلك واحده تقول لك انا معاك لحد 1000 دولار، اعملي اللي انت عاوزاه. فساعتها هتحطي البادجت صح، هتعرفي اولوياتك ايه. واتس يور بريورتي يو نو. التجميل زي ما بيحلي زي ما بيطبق يرجع لمين؟ يرجع للي بيستخدم، يرجع لليوزر. دي ممثله يعني كانت اجمل بكتير، اجمل بكتير، ده هي دلوقتي بقت ماسكه بقت قطه. ليه؟ لانها